هلو هلو، فيديو تاني في نفس الشهر للمشتريات. المرة دي هشارككم انا هعمل ايه في الحاجات دي تحديدا، مش زي الفيديو السابق. اول حاجة اشتريتها خيط الشنط، ده خيط مكرمية مصري عادي جدا، بيكون الماتيريال مش عالي قوي ولكن انا كنت محتاجاه. ليه؟ لان انا عندي الخيط ده خيط برضو نفس النوع بس كان من زمان قوي عندي، وكنت عايزة استغل ده في حاجة، فقررت اعمل باسكت ضخم قوي نصه يكون اسود والقاعدة بتاعته، باقي الباسكت يكون بلون مختلف وهيكون شوية ببديل خيط الخيش اللي هو ده. بس اشتريت حوالي كيلو عشان الموضوع ده، لان الباسكت هيكون ضخم. ولو حابين برضو الباسكت ده يتصور وانزله لكم على يوتيوب، لازم تسيبولي في الكومنتات تعليقات بالموضوع ده. ويلا بينا نشوف جبت ايه تاني. بجانب خيط المكرمية والمشروع الضخم اللي المفروض يخلص بسرعة بسرعة حتى قبل الكارديجان، جبت كمان القطعة دي. طبعا ده قفل شنطة، لازم تسمعوا التكة دي، معناه ان القفل تقيل وهيستحمل معاكي، ما يفتحش بسهولة ويقع. طبعا هشتغله مع اللون الاوفر ده، وحيرانة في حاجة. بصوا انا اشتريت النوعية دي وحاولت على قد ما اقدر ماتشنج ما بينها وبين اللون. مش هي دي مشكلتي، مشكلتي في حاجة تانية خالص، ان الخيط ده رفيع قوي في الوقت نفسه قطن، فمش حاسة ان هو هيكون واو. وفي الوقت نفسه انا عندي النوعية دي تمام، اللي ممكن اشتري منها برضو يعني ماتشنج مع اللون ده. في الحقيقة انا حاسة ان لا ده ولا ده ينفعه، لان انا عايزة اشتغل الكيسة الخرز دي كروشيه، فمش عارفة هيكون الانواع دي كويسة ولا لا. وبس اشتريت ديت، فقولولي في الكومنتات تجربتكم مع الموضوع ده، وايه افضل خيط ممكن اشتريه عشان اعمل البروجكت ده. طبعا متحمسه له، كان حلم حياتي اصلا قبل ما اشتغل كروشيه ان انا الاقي القطعه دي، كانت لسه مش بتتباع وكنت عايزه اشتريها. طبعا هسيب لكم صوره في البروجكت الاساسي انا كنت عايزاها شكلها عامل ازاي، بس كان نفسي قوي اشتغل حاجه زي كده وان انا اقدر اكون القطعه دي، لانها بالنسبه لي كانت فظيعه. يعني اشتريت ده، وده قطن مصري محرر زي ما هو مكتوب، بس مش عجباني صراحة، حاسها رفيعة قوي. فأدمج الخيط ولا أشتري أي نوع تحديدا؟ شاركوني على الجروب انصحوني. يعني غير القطعة دي اشتريت بوري تمام، بوري أسود خفيف نوعا ما عن اللي احنا بنستخدمه في كل الفيديوهات، ولكن عايزاه لكذا بروجكت، منهم شنط معادة التدوير، منهم حاجة في التدريب هنشتغلها مع بعض ككادو ليكم. التدريب ده هيكون غني جدا، هيعرفكم يعني ايه اساسا كروشيه تونسي، تشتغلوا ازاي، ايه الادوات، ايه الغرز الاساسيه، وهتعملوا منه 2 بروجكت ضخم، منهم بروجكت الهديه اللي انا بكلمكم عنها. قريبا قريبا هينزل، بس مش على يوتيوب، على منصه مختلفه. وكمان اكتر حاجه متحمسه ليها هو القماش ده. عارفين ده قماش ايه؟ ده قماش التوتي باك، ومش قماش التوتي باك بس، اي شنطة باك باك سواء رجالي او حريمي ضخمة وبتكون قماش وشوية بتكون عاطية على ان هي شنطة رحالة او هارد، بيكون فيها القماش ده، سواء بقى مسبوغ بالوان مختلفة سواء لونه كده. بس انا جبته تحديدا عشان التوتي باك، زي ما عجبني في المشتريات السابقة قماش الروزالين كان تحفة فنية، وعملت منه الشنطة برضو عجبني القماش ده. طبعا المتر بتاعه غالي شوية، ولكن هي شايفين الماتيريال سميك، وطبعا هطرز عليها هعملها توتي باك تحفة. لو عاوزين برضو قولولي في الكومنتات تحبوا اصور لكم المراحل دي ولا لا. بجانب بقى كل شغل الكروشيه والحاجات دي، في حاجه ملهاش اي علاقه بالكروشيه او التريكو او شغلنا عامه، هي القطعه دي بتتباع على انها مفرش سفره على نون، وعلى امازون موجوده. هي عباره عن حصيره خيزران زي ما انتم شايفين، بتطبق بسهوله، بتبقى كده بتشال على جنب، وليها خلفيه مختلفه، ولكن الخلفيه دي اغمق شويه، ولازم طبعا تبرزيها كرسمه. يعني لما تيجي تصوري مثلا ما تحطيش على دي، لا تحطيها مثلا هنا بحيث ان هي تبرز دي رسمه جنب دي، فاهميني؟ اشتريتها مش عشان اكل عليها، هي فعليا مخصصه للاكل، ولكن انا اشتريتها علشان تكون خلفيه مساعده ليا، بمعنى انه بكون طبعا في البيت الاضاءه مش احسن حاجه، الجزء ده بيساعدني ان انا انجز ويكون في ضوء عالي، واصور لكم الحاجات اللي انا عايزاها على السريع، واشارككم اللي انا بعمله بسرعه وببساطة. فلو حابين اشتروها، هي مميزة قوي، سهلة في
في ان انت تشيليها وتحافظي عليها. ولو حابين اشارككم منتجات زي كده قولولي في الكومنتات وانا هشارككم اللي انا بشتريه اول باول. بكده نكون خلصنا النهاردة مع المشتريات اللي انتوا شايفينها دي. قماش مختلف بورو او بوري، شغل التطريز اللي هيقلب معانا كروشيه، كمان المكرمية وحبال المكرمية، وتشاركوني عملتوا ايه لونين حبال المكرمية ومنه نستوحى افكار من بعض. وطبعا ما قدرتش اختم الفيديو الا لما اكون كملت بقية مشترياتي، فاشتريت حاجات تانية بعدها بفترة، ولكن حبيت اشارككم فيها في نفس الفيديو. زي ما انتم شايفين جبت الخيط الاصفر اللي كان في بالي للباسكت، وكنت حابة اوازيه شوية بلون القلم ده. طبعا هو غامق حبة، ولكن يعني ضوء الشمس مديله تأثير شوية مختلف كلون. جبت حوالي كيلو اللي حاجة بسيطة، حوالي 650 جرام حاجة زي كده. كمان طبعا كل الحاجات دي متوفرة، ولكن انا مش بوفرها لفترة، بوفرها بس لوقت محدود، لاني دايما بغير في الكوليكشن اللي موجود عندي. طبعا ده تقليد خيط البوبيني، تحفة فنية. بصوا هو اسعاره اوفر اوكي، ولكن انا حبيت يكون عندي على الاقل شلة منه. هو تحفة قوي، بيصلح للمكرمية، بيصلح للشنط، بيصلح للشغل الجداريات في المكرمية، بيصلح ان انت تشتغلي بالابرة، ولكن شوية بيكون شديد. بتعمل بيه باسكت، ممكن تعملي باسكت مكرمية تحفة بيه. لونه مبهجة قوي، انا اخترت اللون الاصفر، مش عارفة يعني هي ضربة معايا الايام دي على اصفر، فاستحملوني. زي ما انتوا شايفين كيوت وحلو قوي. وبالمشتريات الأخيرة بكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وروحوا على الانستا والفيسبوك لو حابين تتواصلوا معايا على الخاص او حابين تفاصيل اكتر، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مشتريات مختلفة. مع السلامة، باي.